ضيفتي ياسمين المرابط معنا مباشرة من نادور. صباح الخير ياسمين. صباح الخير اختي حليمة. صباح النور وصباح الأنوار. مرحبا بك. بارك الله فيك. اخباركم؟ الحمد لله الله يبارك فيك. كي داير الجو عندك في النادور؟ الحمد لله كانت حتى اليوم راه شوية صباح الجو مبيض. ايوا ان شاء الله امطار الخير ان شاء الله. ان شاء الله. ياسمين كما عودتينا وانت اخصائيه في التجميل غنتكلموا معاك على موضوع يخص التجميل. غنتكلموا على واحد التقنيه اللي هي مطلوبه واللي كدار خصوصا يعني في هذه الاونه الاخيره بشكل كبير. ليدغا فاسيال ياسمين. واخا الاخت حليمه كنشكرك بزاف على هذا البرنامج ديالك وكنشكر المتتبعين والمستمعين ديالنا في المكان وفي المغرب وخارج المغرب. مرحبا. الموضوع اللي غادي نهضروا فيه اليوم كما قلتي على الهيدرافاسيال. الهيدرافاسيال يعني دابا ولا كل شيء كيسمع به لانه دابا مع السوشيال ميديا ولا واحد الحاجه يعني كلشي كيعرفها. والهيدرافاسيال ولا واحد كما نقولوا واحد الحاجه يعني ضروريه المراه خصها دابا تعرفها لانه هو كيعطي واحد الجمال للبشره كيعاون. كيعاون البشره ديالنا كما تنقولوا تاخذ داك الجلو لمعان. يعني هو واحد تقنيه علاجيه كنديروها وكتعمل على ترطيب البشره باش كتعيد لها النضاره ديالها وكتضيق المسام. يعني عندها بزاف ديال الفوائد. عندها بزاف ديال الفوائد وعندها بزاف ديال الخصائص ولكن احنا بغينا نعرفوا هاد التقنيه هادي باش نعرفوا من التقنيه المزيانه ومن اللي ماشي مزيانه لان كيف ما كتعرفي اليوم ياسمين بزاف ديال التقنيات اللي ربما كيطرح عليهم علامات استفهام لان ربما الناس ما كيمشيوش مثلا المراكز اللي هي متخصصه في ذلك. ثم تنوع الاستعمالات وديال المواد كذلك تبقى عنده واحد الدور كبير. فنشرحي معنا ونشرحوا كذلك المستمعات ديالنا كيفاش كنديروا ليدغا فاسيال كيفاش كنديروا هاد لو سوان. واخا كما قلت ليدغا فاسيال هو تقنيه علاجيه يعني كدار خص عند مركز متخصص تماما يكون فيه. هي كتعمل قلت لك على ترطيب البشره يعني فيها بزاف ديال الانواع ومن ضمنهم هي عندها ثلاثه ديال الخطوات. الخطوه الاولى هي تنظيف البشره بعمق وتقشيرها وترطيبها عن طريق الأمصال بحال لي سيروم. يعني حيت الهيدرا فاسيال هي اون ماشين كيكونوا فيها ثلاثة ديال لي سيروم. كيكون السيروم ديال سالي ساليك وكاين الجليكو. هذا كيكون في الجليكو خص يكون فيه 7.5% لأنه باش كيقشرها زعما بلطف باش البشرة ديالنا الداخلية كيكون ما كتضررش حيت كتنقى وكتولي يعني اكثر نضاره والملمس ديالها ناعم. نعم هي والهيدرا فاسيال ملي كيخدم حيت كنديروا واحد عندها واحد الاداه كنسميوها حنا سميتها الهيدرابيل. الهيدرابيل هي بحال واحد القلم صغير كيكون في لاماشين هو اللي كيعطينا يعني داك الانبوب متصل باللاماشين باش كيخرج لنا هاد المواد ديال هاد لي سيروم. هما يعني السيرومات اللي هما عباره على فيتامينات ياك ياسمين. فيتامينات وي هو في الفيتامين في الحمض الساليسانيك والجليكو. ايه هادو هما وفيه حتى كنزيدوا لاسيد هيالوروني كنزيدوا الفيتامين سي يعني حنايا وكيفاش كنبغيو مثلا تهلاو في ديك لاكليات او اللي هي الطلب ديالها شنو كيكون شنو بغات. حيت البشره كيكونوا فيها انواع كاين اللي كتجي مريضه كتقول لك لا كنشوفوا بان البشره ديالها فيها حب الشباب وهي كدير الدواء يعني كتبع من واحد النظام ديال الدواء ديالها اللي كيكون عطاها لها الاخصائي الطبيب ديال الجلد كيعطيها انه تبع لو تريتمون ديالها ولكن ضروري خصها الوجه ديالها تنقيه باش داك مثلا ليكخيب باش كيدخلوا يعني البشره كتشربوا كتنقى يعني باش كتستفد اكثر ماشي بحال اللي كتكون مثلا البشره موسخه يعني فيها دوك الشوائب فيها الاوساخ ما كتستافدش بحال ملي كتكون نقيه. وهاد الخطوه هادي مهمه بزاف ياسمين لان البشره ديالنا باش تستافد اكثر من اي سوا من اي تقنيه من اي حتى كريم مثلا اللي كنستعملوها يعني خلال اليوم ديالنا تيخص البشره تكون نظيفه باش يكون المفعول ديالها اكثر.
حيت حنا بزاف ديال الناس كيجيو كيقول ترى كندير ديال لي كريم وكتشريهم مثلا غاليين كيكونوا دي مارك معروفين تنقول لك الوجه ديالي ما كيستافدش منها حيت علاش الوجه ديالك كيكون صافي بحال الا ساد يعني ما محتاج انه يتغدى كما حنا كيجينا الجوع كناكلو باش كنشبعوا حتى سال الفيزاج ديالنا يعني البشره ديالنا كتحتاج تاكل لانه محتاجه كتكون ناشفه كتكون يعني دي فيتغاتي خصها ترطيب خصها دي غطات يعني خصها بزاف ديال الانواع صح باش نتهلاو فيها وباش كنقصوا من العلامات ديال التجاعيد واخا نرجع معاك لو سوين ديال ليدغا فاسيال قلنا بان يعني كيمكن من ترطيب البشره كينقي لنا البشره وكيسد المسام هذه المساله هذه اللي هي مهمه بزاف بزاف ديال النساء يعني عموما تيشتكيو من هذه المساله ديال المسام او انفتاح المسام واخا المسام من كيكون كيتحل راه كيتحل بها بالعوامل ديال البشره كتكون دهنيه بزاف كيكون بزاف ديال الشوائب كيكون الاوساخ هي غير الفكره اللي عندهم كيقول لك بانه ملي كنديروا ان سوا كيف ما كان اولا سوا هي ضغطه فيها راه كيحلنا المسام هو عكس لو سوا جامي يحل لك المسام المسام كيتحلوا بهاد العوامل ديال النظافه انه الوجه ما كيتغسلش ما كي واخا كيديروا له الروتين ديالهم ديال الصبار ولكن لا تنظيف العميق علاش سميتها الهيدرا فاسيال تنظيف العميق حيت كيدخل للدار الداخل يعني الطبقات الداخليه اللي كيكون عندنا في البشره ديالنا على داكشي المسام كيتحل مع العوامل ديال العرج حتى العرج كيضرب واحد واحد العامل والوجه ما كيكونش نقي ما كتهلاش فيش والمكياج السبب الرئيسي ديال المسام باش كيتحل هو المكياج كما كنقول بانه شحال ما كتكثروا لي فون دو تان وما بقاوش كيديروا الفون دو تان غير طبقه رقيقه لا كدير لك هاد لاكوش وكتعاود واحد لاكوش اخرى وكدير بزاف ديال الحوايج في المكياج على داكشي الوجه كيوقع له المسام كيبداو كيتحلوا بعض التقنيات ممكن يكونوا عندها بعض الاعراض الا بغينا نقولوا الجانبيه فواش ليدغا فاسيال مثلا ممكن يتسبب لنا مثلا في احمرار البشره او توهج البشره او لا كيبقى على حسب كل شخص على حده ياسمين الهيدرا فاسيال كل واحد على البشره النوع ديال البشره ديالو كاين اللي كتكون يعني سونسيبل بزاف عندها الحساسيه مفرطه كاين اللي كيكون الوجه ديالها ناشف المهم على حسب الانواع هو الهيدرا فاسيال ما عندوش الجوانب الخايبه الجانب الخايب ديالو هو كتوقع وجوج في المية لانه ضروري داك الاحمرار سواء درتي الهيدرا فاسيال ولا اي سوا حيت كيكون ديك ليكستراكسيون ديال لي بوان نوار كيمشي يدو المسام دوك سميتهم النقط السوداء هي لي بوان نوار يعني لي بوان نوار يعني كنديروا عليهم شويه كنزيروا على لا ماشين باش انه داك نحيدوا لي بوان نوار كنعاونوهم عاوتاني بوسائل اخرين كيكون مثلا واحد لاطيت خاصه كنحيدوا بهم شويه لي بوان نوار داك الشيء كيوقع شويه ديال التهيج البشره ولكن عندها المده تاع 24 ساعه ما كيبقى حتى شي حاجه يعني كتختلف من بشره لبشره كاين اللي كتخرج نورمال من ابخي الحصه ديال الهيدرافاسيون كاين اللي كتخرج لا شويه عندها داك الاحمرار والتهيج كدير لها لا كريم ديال لا ريباراتريس كدير كتبريباري الوجه باش كتمشي لهذيك الحموره في مده تاع 24 ساعه شحال المده اللي تيخصنا او شحال من مره مثلا في السنه تيخصنا نديروا هذه التقنيه الا كانوا عندنا بطبيعه الحال مشاكل على مستوى البشره والا كانوا عندنا كذلك امكانياتها بالنسبه للهيدرا فاسيال كنصح بها انا مره في شهر ونص حتى شهرين حيت البشره ديالنا كما قلت لك حنا كنحتاجوا ناكلوا باش كنشبعوا حتى الفيزاج ديالنا كيحتاج وسورتو دابا حنا ولينا في واحد الوقت كتجي عندك البنيته عندها 22 عام 23 عام بداو لها لي غيد او الوجه ديالها عمر بلي بوان نوار كيكون البشره ديالها ناشفه بزاف يعني ديال وحده عندها 40 50 عام على داكشي يعني كنصحهم انه يبداو من دابا باش ما نوصلوش لديك الدرجه ديال التجاعيد تحفروا يعني خصهم ضروري الاجراء ديال البوتوكس ما بقاش عندهم الاجراء نقدروا نعالجوا البشره غير باللي سيروم بالمساج بالهيدرا فاسيال بلا ميزوثيرابي بهذه الانواع ولينا كنضطروا انه يمشيو يديروا البوتوكس باش انه لي غيد يتحيدوا لهم على داكشي انا كنصحهم بالنسبه للسيدات اللي كيبغيو
طبيعة الحال يحافظوا على الجمالية ديالهم والأكثر يعني أن الإنسان خاصو يعتني دائما بالبشرة دياله وبالنظافة ديال البشرة دياله. وحنا ملي كنتكلموا على التغذية ديال البشرة ياسمين تنتكلموا على التغذية من الخارج ومن الداخل كذلك. ما نساوش بأن التغذية كتلعب واحد الدور كبير جدا. إلا كانت عندنا تغذية اللي هي متوازنة ونظام غذائي اللي هو متوازن أكيد تينعكس على البشرة ديالنا وعلى الوجه ديالنا. تبارك الله عليك ياسمين. الله يبارك فيك اختي حليمه، الله يحفظك. شكرا جزيلا لك على كل هذه المعلومات اللي عطيتينا اليوم حول ضغا فاسيال. شكرا لك اختي حليمه، شكرا على البرنامج الشيق ديالكم. الله يحفظك ليا، بارك الله فيك. شكرا جزيلا لك ياسمين المرابط، كنتي مباشره معنا من الناظوره دي 99.